أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا وحبيبنا وطبيب نفوسنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. صل على محمد وآل محمد. قبل أن نشرع في الصلاة نبدأ بكلمة قصيرة ومختصرة إن شاء الله، تحدث فيها حول بعض النقاط المهمة. النقطة الأولى وهي مسألة التوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى، حيث أن الله أنعم على عباده بكثير من النعم، من جملتها أنه فتح لهم بابا واسعا من أبواب رحمته، سمى ذلك الباب بباب التوبة، لأن الله تبارك وتعالى وهو العالم الحكيم أعلم بخلقه وبحاجاتهم، خلق الخلق وهو يعلم أن الإنسان من غير أهل العصمة من الأنبياء والأولياء، بقية الناس معرضون لاقتراف الذنوب والمعاصي، لا يمتلكون العصمة، فهم قد يقترفون المعصية التي من شأنها أن تجر الإنسان إلى الأسفل لتجعله في مصاف البهائم أعزكم الله. فالله تبارك وتعالى برحمته بعباده وبعلمه بأن هذه الحياة الدنيا كما يقول أمير المؤمنين هي دار بالبلاء محفوفة، فيها كثير من المواقع الإغراءات والشهوات، فرحمة من رحمات الله تبارك وتعالى التي أنعم بها على عباده هي أن فتح لهم بابا أسماء إلهي في مناجاة التائبين. أنت الذي فتحت لعبادك بابا إلى عفوك سميته التوبة، فقلت توبوا إلى الله توبة نصوحا، باب مفتوح ومشرع، وفي شهر رمضان وفي العشر الأواخر تكون الفيوضات الإلهية أكثر، لذلك جاء التأكيد على أن المؤمن المسلم في آخر عشر ليال من شهر رمضان ليركز ويؤكد على مسألة التوبة والإنابة لله عز وجل. لذلك من المستحبات أن يقرأ في كل ليلة من الليالي العشر الأواخر أعوذ بجلال وجهك أن ينقضي، أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يقطع الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني، يعني إنابة توبة إلى الله عز وجل حتى لا ينتهي شهر رمضان ويكون والعياذ بالله هناك شخص غير تائب. لذلك يقول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم فإن الشقي من حرمه في هذا الشهر، كل السبل متاحة للإنابة والتوبة إلى الله، أجواء مهيئة. لذلك تقرأ في المناجاة فما عذر من أغفل دخول الباب بعد فتحه الباب إذا الإنسان لم يستطع أن يتوب إلى الله وهو في شهر رمضان فإنه في غير شهر رمضان أعجز، لأن الآن الأجواء مهيئة، كل وين ما تروح قرآن ودعاء ودعاء
التوجه إلى الله وإحياء وقراءة. أضف إلى ذلك أن هناك خصوصية لهذه الفترة الزمانية وما شاء الله. الله عز وجل كما يذكر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قد أقبل إليكم شهر الله بالرحمة والمغفرة أعمالكم فيه مقبولة دعاؤكم فيه مستجاب. يعني كل السبل متاحة. الإنسان تمر على هذه الفترة الزمانية وما يستطيع أن يتوب إلى الله في بقية أشهر السنة يكون أعجز. لذلك على الإنسان أنه في هذه الأيام الأخيرة المتبقية أن يؤكد على مسألة التوبة والرجوع إلى الله عز وجل. ومو بس يتوب يقول استغفر الله. هذه درجة جيدة أن الإنسان كلما أذنب ذنب تذكر الله فتاب وقال استغفر الله. لكن الله عز وجل يقول فقلت توبوا إلى الله توبة. صفة هذه التوبة كيفية هذه التوبة نوعية توبة التوبة نصوحة. مرات واحد عنده شجرة مثلا في أمام بيته أو مزرعته يريد يقتلع هذه الشجرة. مرات يجي يقطع هذه الشجرة من أعلى الأرض تبقى جذوة. مرات يجتث الشجرة يقتلعها من جذور. التوبة النصوحة هذه الذنوب وهذه المعاصي لها جذور في نفس الإنسان. التوبة النصوحة أن تقتلع تلك المعاصي من جذورها لأنه تقطع وتجتث من فوق الأرض تبقى الجذور. إذا بقيت الجذور مشكل لأن المغريات والشهوات ومواطن الفساد هذه بمثابة الماء والهواء والأسباب التي تسقي تلك الجذور فتنمو مرة أخرى. التوبة النصوح هو الابتلاء. قد يقول الإنسان أنه ما ممكن أن الإنسان يقتلع حيث أنه لا يذنب. ليس المراد أنه لا يذنب تماما ولكن كلما أذنب تذكر الله فقال استغفر الله. هنيئا في بعض الأحاديث لمن جاء يوم القيامة ووجد مكتوب تحت كل ذنب وتحت كل معصية اقترفها استغفر الله. فإذا الأمر الأول هي مسألة التوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. النقطة الثانية وهي مسألة الخشوع والتوجه في الصلاة سواء كانت صلاة نافلة أو صلاة فريضة بل هي شاملة ما سأذكره لكل العبادات. يذكر آية الله الشيخ محمد بن زين الدين رضوان الله تعالى عليه في كتابه كلمة التقوى في كتاب الصلاة أن العبد إذا أراد أن يتحصل على الخشوع في الصلاة لا بد أن يحقق أمرين. الأمر الأول هو استحضار عظمة الصلاة عظمة العبادة بمعنى أنه يعرف ما هي هذه العبادة التي سوف يؤديها. الصلاة التي ما أعتقد ذكرت عبادة في القرآن وفي الروايات كما ذكرت الصلاة وورد أنها أول ما يسأل عنها عنه العبد في يوم القيامة. فإن قبلت يسأل عن صلاته فإن قبلت قبل ما سواها وإن ردت الصلاة عمود الدين. الصلاة كانت آخر وصايا الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام وهم على فرش المرض. مولانا الصادق عليه السلام وهو على فراش المرض يقول أبو بصير جئت إلى أم حميدة أعزيها فقال
كانت فبكت وبكيت لمكارها، ثم قالت: يا أبا محمد، لو كنت حاضرا حين حضرت الوفاة لمولاي الصادق لرأيت عجبا. ما ذلك العجب؟ قالت: قال لنجمع كل من بيني وبينه صلة قرار. في آخر لحظات حياتنا تقول: فما تركنا أحد إلا وجمعنا. تقول: أخذ ينظر إلينا ثم قال: إن شفاعتنا لا تنال مستخفة بصلاته. لا تنال مستخفة، كان يوصي بالصلاة ويوصي بعدم الاستخفاف بها. فإذا الأمر الأول هو أن يعرف عظمة الصلاة، عظمة العبادة، قيمة هذه العبادة التي سيؤديها، وأنها معراج المؤمن. الأمر الثاني أن يستشعر عظمة الموقف الذي يقف فيه، يستشعر عظمة هذا الموقف الذي يقف فيه في حال أدائه للصلاة. أي موقف؟ موقف أنه يقف بين يدي جبار السماوات والأرض. استحضر هذا المعنى، لأنه إن استحضر هذا المعنى أخذته الهيبة والخشوع، كما يدخل المخلوق على المخلوق مثله في دار الدنيا إذا كان ذاك الآخر ملك أو وزير أو صاحب مكان. إذا كان أول ما يدخل عليه لربما يتصبب عرقا، ربما تأخذه الهيبة الموقف، لربما هذه الحالة عندما يستشعرها وهو من باب أولى أن يستشعرها العبد وهو يقف بين يدي الله تبارك وتعالى. الأولى أن تكون هذه الحالة والإنسان يقف بين يدي الله عز وجل. الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه كان إذا يتوضأ للصلاة تتغير ألوانه، تصفر تارة وتحمر أخرى. قيل له: وترتعد فرائصه يا ابن رسول الله، ما هذا إلا وضوء؟ فقال له: ويحك، ما مضمون كلام الإمام؟ هذا الوضوء مقدمة للوقوف بين يدي جبار السماوات والأرض، كيف لا أخاف أن أقف في هذا الموقف؟ لذلك كان الأئمة عليهم السلام إذا قاموا للصلاة صلوا تلك الصلاة خاشعة، لأنهم علموا قيمة الصلاة وعرفوا واستشعروا هيبة ذلك الموقف، فحصل الخشوع وحصل الخضوع في صلواتهم لله تبارك وتعالى. فمن خلال التدريب ممكن للمؤمن أن يعود نفسه ويدرب نفسه، وهذه أيام عبادة وأيام طاعة، أنه ينتهج هذا النهج حتى يصل إلى درجات من درجات هذا الخشوع وهذا الخضوع لله تبارك وتعالى، إن استحضر هذه المعاني وهو في صلاته. اللهم صل على محمد وآل محمد، واجعلنا من المستغفرين والخاشعين والطائعين لك. اللهم أعتق رقابنا من النار، لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا، فرج عن جميع المؤمنين والمؤمنات الأسرى والمبعدين فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر والباطن، ذلك يا كريم ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. الصلاة طبعا صلاة مستحبة هي ركعتين في كل ركعة بعد الفجر.